allez bien, on vous se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai plus comme l'humain astuce bzaf chaba à la bénébile arrivée à Jibcom. Ou cette vidéo est dans mon silsilet Al-Arous, qui nous talbouhamani bzaf, le bénat les maïa. Donc, on a quand même besoin de dire comme déjà, peut-être comme une vidéo, déjà, on a dit la flamise dans les doka. تاع لا ليست تاع مكياج العروس وكان اون ليست تاع كوزميتيك تاع العروس وهاز دخلت لكم هاد لا فيديو تاع خلطه اللي جبتها لكم اليوم اللي هي خلطه لتبييض الجسم واللي ادريسي سورتو للعرايس وتجمو ديرها اي وحده للجسم تاعها دونك نخليكم مع لا فيديو هكا باش تشوفوا لي زانغريديون وطريقه الاستعمال. دونك لي في كيما قلت لكم هذه الخلطه خلطه لتبييض الجسم ومجربه جربتها شخصيا وعطتني نتيجه رائعه ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. دونك لي زانغريديون ساهلين مهلين نحتاجو مكونين فقط. نحتاجو هنايا صابون تاع الطرف ولا صابون تاع الحجره تاع بكري ترحيه في العرب في دقيقة ترحيه رقيق كما كنت تشوفوا هكا ولا تقدري تطحنيه رقيق على هكا احسن يعني يا يكون هكا ولا رقيق على هكا. ونحتاجو كريمة مؤكسدة ولا لوكسيدون ولا كريم اوكسيدانت بون لازم تكون فوليوم 20 كما كنت تشوفوا هيا لا فول 20 الماركة ما تهمش ممكن تستعملي تاع لوريات ممكن تستعملي هذه تاع لابوغاتوار فينوس ولا تستعملي اندريا دوتي اللي كانت عندك ليسونسييل تكون فوليوم 20. دونك بسم الله راح نبداو نخلطوا المكونات. راح نخلطوا هذه الكريمه المؤكسده مع الصابون بسم الله كان هنايا لو ماما غادي ندير الزوج ونشوف اذا خصني نزيد ونحرك مليح. تقدروا تستعينوا بشويه تاع ما دافي مي انا ما ننصحش باغزومبل الا كانت عندها وحده كميه قليله تاع الاوكسيدون تقدر تدي شويه فقط ماشي بزاف تاع الماء وراح تلاحظوا بلي الخليط غادي يولي كيما لاموس يولي اخف شويه. دونك انا غادي ندير زيت شويه هنايا نخليه شويه قبل ما نستعمله. انا اليوم غادي نجربه قدامكم في يديا. دونك البنات هنا بعد ما خلط لي زانغريديون والكريمه المؤكسده مع الصابون هذا الملحي ولا اللي كنت رابطه في لاراب ديكيكا خليتها واحد 2 مينوت هكا نحسها بلي الخليط ولا كشغل فلافي موسو ولا كيما لاموس كشغل خفيف. دوكا غادي نابليكيه في يديا قدامكم بسم الله راح ندير يديا محل تجربه هكا باش من بعد نوريكم لا ديفيرونس. دونك هذه الخلطه تقدري ديريها في الجسم من تكوني في الدوش ولا في الحمام ولا اللي حاب بزاف العرايس ماشي غير العرايس زعما كاع البنات. انا جربتها صراحه عطات نتيجه رائعه فقط في المناطق الحساسه ما ننصحش بها. دونك هاكا نابليكيها على كاع يديا انا جوست باش نعطيكم اون ديمونستراسيون هاكا باش نشوفوا لا ديفيرونس في رحبه ان شاء الله. فوالا باغ اكزومبل كيما نقولو عند الركبتين ولا باغ اكزومبل مع الباليش انا الابطين ولا هاد لي زون هادو لي يسودو بزاف تقدري تابليكي هاد الخلطة فيهم في شاك دوش يعني كل تحميمة ولا تدويشة ديريها. دونك انا هاد غادي نخليكم دوك نخلي هاد الخلطة تقعد حوالي 10 دقايق حتى 15 دقيقة في يديا ونعاونو ليكم ونغسلها بيان سوغ نعاونو ليكم باش نوريكم النتيجة. دونك بقاو معايا مطرحوش بعيد. دونك عاود وليت ليكم البنات وخليتها نشفت حوالي انا ما خليتهاش ربع ساعه ما نكذبش عليكم معكم كنت مقلقه خليتها 10 دقائق غسلتها نورمال غسلت يدي بالصابون وراح نوري لكم النتيجه هايلة قدامكم. شوفوا فريمون ما على باليش الا نتوما راح تبان لكم مي انا راح تبان لي نتيجه رائعه وحتى هذه زدت لها موراكم. دونك فريمون تصفي روعه هاي انا ماما ما بيش لا يتبان لكم هكا ولا لا. دونك هذه هي الخلطه تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وتعطوني ارائكم في التعليقات. دونك انا نخليكم البنات وصلنا لافان تاع لا فيديو ان شاء الله تكون عجبتكم وتكونوا استفاديتوا ونتمنى تجربوها ان شاء الله. وما بقى لي نقولكم تهلاو في روحكم وتهلاو في صحتكم وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس اسفل الفيديو باش يوصلكم الجديد وتابعوني على لي ريزو سوسيو. مع السلامه.
Up in that ooh la la, then back down in that oh my god.